رائعتها الشعلة الصحراء. العرض حضره جمهور نوعي الذين تابعوا لحوالي 60 دقيقة حكايات سكان الصحراء في حلهم وترحالهم في أفراحهم وأحزانهم. شعلة الصحراء واحدة من أهم أعمال فرقة البالي الوطنية الجزائرية. نترككم مع هذه اللقطات القصيرة المعبرة. إذن صورة تذكارية جماعية تحت صفقتكم مرة أخرى. أما أنا حضورنا الكريم لا يبقى لي سوى أن أقول لكم ما تبقى من مسائكم هذا أتمناه سعيدا للجميع. أما الأسعد من هذا فليلتكم تصبحون على حب وعلى نقابة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.